إحدى النتائج المهمة التي تترتب على علو الهمة هي أن الله سبحانه وتعالى جعل القوى المادية التي يملكها الإنسان تحت إمرة النفس وحالات النفس تؤثر في الطاقة المادية، وهذا شيء عجيب، يعني الطاقة المعنوية تؤثر في القدرة المادية. القدرة المادية ما إلها حقيقة مطلقة، يعني شنو طاقة هذا البدن؟ هذا السؤال ما إلى جواب. طاقة هذا البدن منوطة بالقدرة الروحية للفرد. فد مثال واضح نجيب لكم. أنتوا الليلة صمموا تنامون ساعة 12، ساعة 11 تشعرون بالتعب شوية شوية، واحد يشعر بالنعاس. أما في ليالي القادر اللي أنتوا تصممون على أن تسهروا إلى الصباح، إيش وقت تشعرون بالتعب؟ ساعة قبل الأذان. شنو الفرق؟ الطاقة المعنوية تعطيكم طاقة مادية. لذلك واحد في أوقات غير طبيعية يشعر بطاقة غير طبيعية. ما أعلم هذا الشيء ملاحظين ولا لا، أنا لاحظت هذا الشيء في حريق منى. عندما صار الحريق في منى قبل ما أدري 25 عام 28 عام هالحدود، المهم إحنا كنا هناك ورأينا خيمتنا تحترق. الناس اللي بصعوبة كانوا يمشون خطوة، الناس اللي كان فيهم مرض القلب اللي ما كانوا يتمكنون يصعدون من سلم، وإذا بهم يصعدون هذا الجبل المرتفع بكل قوة. هذا الشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة منين أجت هاي الطاقة؟ هاي مو طاقة مادية، هذه طاقة معنوية. وإحنا مصعدنا في من صعد فوق الجبل، فوق الجبل لم شفنا خيمتنا دا تحترق. الفرد هذا في الرواية أكو هذا الموضوع، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. هذه الرواية في البحار مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. واحد عندما نيته تكون قوية بدنه أيضا يكون قوية. فعندما واحد يفكر أن يألف موسوعة كالجواهر في 30 عام 35 عام، الله يعطيه الطاقة البدنية، يعني يقعد 10 ساعات وما يتعب. بينما فرد ثاني بمستوى هذا الرجل نصف ساعة يقعد ويتعب. القضايا مو مربوطة بالبدن قوة وضعفة، يعني مو هذه كل القضية، وإنما ترتبط بالقوة الروحية. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.